هذه المشكلة تعيش مع المراجع وتعيش معنا أيضا مع أفراد الشيعة عموما، حتى لو ثبت عندهم أنهم ليسوا على دين العترة وهم على المذهب الطوسي، سيأخذهم العناد بسبب الانتماءات الحزبية وبسبب الارتباطات بالمرجعيات النجفية والكربلائية. الشيرازيون مثلا أتباع صادق الشيرازي، أو السيستانيون مثلا أتباع علي السيستاني، أو الصدريون مثلا أتباع مقتدى الصدر. حينما يعرفون الحقيقة فهل سيتحركون باتجاه الحقيقة؟ سيرفضون كل هذا بسبب انتماءاتهم لزعاماتهم ولمرجعياتهم ولقياداتهم الدينية السياسية، بل حتى العشائرية. إذا بقي شيخ العشيرة حتى لو عرف الحقيقة من خلال هذا البرنامج متمسكا بدين مراجع النجف، فإن عشيرته ستبقى متمسكة بدين شيخها حتى لو عرفوا الحقيقة كاملة، ومن أنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة. هذا البرنامج أنا أعرف خطورته وأعرف أهميته، وأتمنى من كل قلبي أن كل شيعي من خلال هذا البرنامج استطاع أن يعرف الحقيقة. أتمنى من كل قلبي أن يغير مسار حياته. لا أنتفع شيئا من هذا، إنها نصرة لفاطمة. هذا هو دين فاطمة. الطوسي طمس دين فاطمة. قناة القمر تدعوكم إلى دين فاطمة، وذلك دين القيمة. دين القيمة دين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها.